أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من واشنطن، نخصصها لمناقشة ملفات مرتبطة بهجمات 11 من سبتمبر والتي يستعد الأمريكيون لإحياء ذكراها بعد أيام. بمشاعر متضاربة يحيي الأمريكيون ذكرى مرور 20 عاما على هجمات 11 من سبتمبر. الرئيس بايدن سيزور مواقع الهجمات لإحياء ذكرى الضحايا، ذكرى تأتي في ظل تحذيرات أصدرتها واشنطن بشأن تهديد إرهابي محتمل. فما الذي تغير في رؤية الأمريكيين؟ وهل ما زال الخطر الإرهابي يهدد أمن واستقرار الأمريكيين؟ أما أن ما يجري في أفغانستان يذكر الجميع أن المعركة لم تنتهي بعد. نبدأ من موقع الحدث، حيث ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا رضا بو شفرة. أهلا بك يا رضا. مرحبا. نعم بداية دعني أسألك نعم تفضل رضا. نعم جو، كما ترى نحن الآن في هذا الموقع، موقع الهجمات 11 سبتمبر، هذا الموقع الذي وقعت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن 21. طبعا هناك مشاعر تخيم على هذا المكان، مشاعر الحزن، مشاعر تذكر أرواح الضحايا التي سقطت هنا. طبعا كان يوم الثلاثاء في تلك الصبيحة لم يكن يعلم الآلاف من العاملين والسياح الذين يأتون إلى برجي مركز التجارة العالمي أنه سيشهد مأساة إنسانية كبيرة. طبعا كانت الساعة 8:48 حين قامت الطائرة التي تحمل رقم 11 بمهاجمة أول برج، وهو البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي كما نرى هنا في الصورة. هنا كان أول برج الذي تم ضربه من قبل أول طائرة. هذا المكان الذي تحول إلى معلم تذكاري ونصب تذكاري وحوض فيه أسماء كافة الضحايا الذين سقطوا هنا في هذا البرج لم يتم بناء أي شيء على قاعدته وتحول إلى نصب تذكاري. أيضا الكثير لا يعلمون بأنه في هذا المكان وفي هذه المنطقة لم يتم إصابة برجين فقط، بل المنطقة كلها المجاورة لبرجي مركز التجارة العالمي تضررت، ونرى أنه الأشغال هنا في هذه المنطقة لا تزال متواصلة. ونرى على يسار الصورة البرج الذي يحمل اسم World Freedom Tower، أي برج الحرية، الذي تم بناؤه وتم تدشينه قبل سنوات. طبعا ليس بعيدا عن البرج الأول هنا خلفي هناك مكان البرج الثاني الذي فيه أيضا حوض آخر يحمل أسماء كافة الضحايا. طبعا هؤلاء الأبراج فيها تقريبا 120 طابقا، كل الطوابق تم تحطيمها في ظرف 3 ساعات قبل 20 سنة. الكثير من الضحايا هم طبعا غالبيتهم من المدنيين. البرجين يحملان أو بهما الكثير من الشركات الأمريكية والأجنبية. نعم جو رضا، دعني أسألك بسرعة. أنت تتكلم معنا من باحة النصب التذكاري لبرجي التجارة العالمي في نيويورك. نعم. هل باعتقادك أن ما حدث قبل 20 عاما ما زال ماثلا في أذهان أبناء نيويورك، في أذهان الأمريكيين في مدينة نيويورك؟
بكل تأكيد جو، ما حدث قبل 20 سنة لا يزال محفورا في ذاكرة سكان نيويورك وأيضا غالبية الأمريكيين. التقينا أحد أسر ضحايا الذين سقطوا في 11 سبتمبر، هو كان يقيم هنا قبل 20 سنة مع عائلته ولكن اضطر بعد سنوات للرحيل إلى ولاية فلوريدا، لكنه قال لنا إنه دأب للعودة إلى هذا المكان كل سنة ليتذكر أخته التي كانت في الطابق 98 في البرج الأول. فهذا المكان لا يزال مزار للعديد من الأمريكيين وخاصة سكان نيويورك وأيضا السياح الذين يأتون لزيارة مدينة نيويورك ويتذكرون الضحايا. خلفي هنا كما ترى جو هذه البناية الزجاجية فيها المتحف التذكاري لضحايا 11 من سبتمبر. مديرة المتحف قالت لنا إن برنامجها حاليا يتركز أساسا لتعليم الجيل الجديد الذي ولد بعد أحداث 11 سبتمبر ويفهم ماذا حدث في ذلك اليوم، لأنه الكثير من أبناء الجيل الجديد لم يشهدوا ولم يعيشوا ماذا حدث بالضبط في ذلك اليوم. جو صحيح صحيح رضا، في الواقع هي مأساة كبيرة لن تنساها أمريكا. أشكرك شكرا لهذه الرسالة من النصب التذكاري لهجمات 11 من سبتمبر من مدينة نيويورك. شكرا رضا. بعد هجمات 11 من سبتمبر كانت أفغانستان المحطة الأولى التي شهدت ردة الفعل الأمريكية في الحرب على الإرهاب ومطاردة الجنات، وبين خطابين تتلخص التجربة الأمريكية. فخلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر عام 2001 أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن القوات الأمريكية قد بدأت الحرب ضد الإرهاب بتوجيه ضربات إلى أفغانستان، وبعد مرور 20 سنة تغير الرئيس واختلفت نبرة الخطاب الذي أعلن من خلاله الانسحاب من أفغانستان. بناء على أوامري بدأ الجيش الأمريكي ضرباته على معسكرات تدريب الإرهابيين التابعة لتنظيم القاعدة. إن هذا الهجوم الموجه لأهداف منطقة بعناية يستهدف قطع القدرة العسكرية لنظام طالبان، وتساندنا في ذلك الإرادة الجماعية للعالم.
إن هذا العمل يستهدف تدمير المعسكرات وقطع الاتصالات، وهو عمل مستمر وشامل ودؤوب يستهدف تقديم الإرهابيين للعدالة. أنا الآن رابع رئيس للولايات المتحدة يترأس وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، جمهوريان وديمقراطيان. لن أنقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس. لقد انتهيت من أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا. حان وقت عودة القوات الأمريكية إلى الوطن. أسامة بن لادن مات وتنظيم القاعدة تدهور في أفغانستان، وحان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية. ولمناقشة هذه الذكرى الأليمة استضيف من نيويورك قائد كتيبة فرقة إطفاء في العاصمة، عاصمة نيويورك، في المدينة، مدينة نيويورك، غريغ هانسون. أهلا بك سيد هانسون. أولا لابد من سؤالك، ما الذي تبقى من هذه الذكرى الأليمة في ذهنك؟ وهل تعتقد أنه مع مرور 20 عاما ربما قد بدأت هذه المأساة تنمحي بأذهان الأمريكيين؟ أعتقد أن الجواب القصير لهذا السؤال هو كلا، لم تتلاشى هذه الذاكرة. مجرد وجودكم هنا يعني أن الناس لم ينسوا هذه الفاجعة. الناس يزورون هذه الذكرى في هذا الوقت. هناك تركيز كبير على زيارة هذا المكان، وذلك احتراما للضحايا. هذا يعني أن الناس لم ينسوا تلك المأساة. أعتقد أنه إذا سألنا هذا السؤال بشكل مختلف، ربما إذا قلنا هل نحن استخلصنا دروس ذلك اليوم، ربما سنتحدث بشكل مختلف. وفي هذا الصدد أعتقد أنه ربما نسينا الدروس التي استخلصناها في 11 سبتمبر، لأننا في ذلك الوقت كنا موحدين، وكان هناك وحدة عالمية لإدانة ذلك الحادث. غريغ هانسون، حدثني عن الأمن في مدينة نيويورك. هل تعتقد أنه بعد 20 عاما صارت مدينة نيويورك بأأمن مما كانت عليه عشية 11 سبتمبر؟ نعم بالتأكيد، صار هناك تركيز على تأمين الجانب الأمني منذ ذلك الوقت. هناك خبراء عديدون يؤمنون مدينة نيويورك. أنا أتفق معك، نيويورك الآن أكثر أمانا. إذن غريغ هانسون قائد كتيبة فرقة إطفاء في مدينة نيويورك، شكرا لهذه المداخلة. وأيضا لمتابعة هذا الملف يسرني أن أستضيف من واشنطن الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الكولونيل المتقاعد ديفيد ديروش، ومن واشنطن أيضا السفير الأمريكي السابق ريتشارد شميرر. أهلا بكما. أبدأ مع ريتشارد، مع السفير شميرر. عملت سابقا في سلطنة عمان، في أيضا السعودية، لديك معرفة بالعالم العربي. أتعتقد أن العالم اقتنع بجدوى غزو أفغانستان بعد 11 سبتمبر، وأن الحرب على الإرهاب قد حققت فعلا أهدافها؟ بالتأكيد، بعد هجمات 11 سبتمبر تبين أن أولئك الذين خططوا ودبروا الهجوم قدموا من أفغانستان، وأن طالبان التي كانت تحكم أفغانستان في ذلك الوقت سمحت لأولئك الإرهابيين بأن يتخذوا أراضيها ملاذا. ولذلك كان على أمريكا أن تتخذ تحركا ضد الإرهابيين وضد من يهدد أمنها. لذلك كان
كان هناك دعم من أجل ألا يدوم ذلك الفريد من أفغانستان وأن يتم القضاء عليه. ذلك الهدف تحقق في السنوات الأولى في وجودنا من وجودنا في أفغانستان. بعد ذلك تغيرت المهمة وأصبح الأمر صعبا، لكن بشكل عام يمكن القول إننا تخلصنا من الإرهابيين الذين جاءوا من أفغانستان، وعلينا أن نواصل هذا الضغط على القيادة في أفغانستان حتى يظل هذا التهديد محيدا. ديفيد داروش، أنت تابعت الحرب في أفغانستان منذ انطلاقها في أكتوبر عام 2001، هل برأيك أن هذه الحرب طمأنت الأمريكيين وأن الانسحاب منها الآن يعيد خطر أو هاجس الإرهاب إلى المواطنين الأمريكيين؟ هذا هو ما نخشاه، لأنه من ناحية هناك الآن في أفغانستان فكرة مستنتجة بأن الحرب كانت هناك لا متناهية، وهناك القلق الآخر هو أن تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين. علينا أن نعرف أنه حتى لو رجعنا سيكون الثمن أبهض. في الوقت الحالي هنا في واشنطن نأمل أن يكون هناك مخرجات ونتائج أفضل، لكن سيكون هناك مشكلة كبرى إذا حدثت هناك هجمات من أفغانستان. ديفيد داروش وريتشارد شميرر، سأعود إليكما. وبينما كان الشغل الشاغل للإدارات الأمريكية والأجهزة الأمنية منذ هجمات سبتمبر، محاربة الإرهاب الدولي خارج الولايات المتحدة، تزداد التحذيرات اليوم من نشاط متصاعد لجماعات اليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة مدفوعا بالانسحاب من أفغانستان وسيطرة طالبان على كابول. أعود لمناقشة هذا الموضوع مع السفير ريتشارد شميرر. سعادة السفير، أتعتقد أن الانسحاب أو مشاهد الانسحاب من كابول التي في الواقع ربما أساءت إلى حد ما إلى صورة القوات المسلحة الأمريكية، أتعتقد أن ذلك أثار غضبا في الشارع الأمريكي، تحديدا في أوساط المحاربين القدامى والجماعات اليمينية المتطرفة؟ Well, first of all, I guess I would not agree with the assessment that it did not tarnish the image of the armed forces. I believe that our forces acted very effectively and conducted an incredibly difficult mission, suffered casualties, suffered losses in this mission, and they were successful in eliminating more than 123,000. We know that there were وبعض المخاطر، وكان يمكن أن تنظم مهمة الإجلاء بشكل مختلف وأنجح، لكن في نهاية المطاف كان هناك مأساة فقدان العديد من الأرواح في ذلك الهجوم الإرهابي، لكن جهود إجلاء الأمريكيين والأفغانيين كان ناجحا، والدليل هو أننا أجلينا 123,000. أعتقد أن هذا أمر سينظر إليه على المدى البعيد من أجل معرفة كيف
كنا يمكن أن ننفذه بشكل أحسن، لكن القوات كانت مؤهلة وذات كفاءة وبشكل ناجح نفذت الإجلاء. أتحول إلى ديفيد ديروش. طبعا استكمالا لما قاله ريتشارد شميرر، لا أحد يقلل من مما قامت به القوات المسلحة الأمريكية خلال انسحابها من أفغانستان، لكن المشهد بدأ إلى حد ما كأنه استسلام لحركة طالبان، خصوصا عندما رأينا مشاهد سيطرة حركة طالبان على قطع وآليات عسكرية أمريكية. أتعتقد أن هذه المشاهد بالذات تثير غضب الجماعات اليمينية المتطرفة داخل الولايات المتحدة، وتحديدا جماعات المحاربين القدامى؟ قدماء المحاربين والجماعات اليمينية مختلفين بطبيعة الحال، لكن نعرف أن قدماء المحاربين ليسوا من الجماعات اليمينية. وبالنسبة للاستيلاء على الأموال والأسلحة التي تركت هناك، الناس الذين بحثوا عميقا في هذا الموضوع يعرفون أن تلك الأسلحة والمعدات كانت قد تركت للجيش الأفغاني، والجيش الأفغاني هو الذي تركها واستسلم للطالبان، وكان ذلك إخفاقا للجيش الأفغاني، وطبعا هو إخفاق نسبي للتدريب الذي قدم له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف. تلك الصور هي سلبية، نعم، لأنها عكست الفوضى. رأينا بايدن يسحب ويجلي عددا من الجنود بشكل غير منظم، هذا شيء سيء بالتأكيد، لكننا لم نفاجأ بذلك الاستياء الذي ساد في المجتمع الأمريكي، وكذلك ذلك الاستياء الذي حدث في أفغانستان. وأعتقد أنه ليس إخفاقا للقوات الأمريكية، وإنما الإخفاق في تدريب الجيش الأفغاني. نعم ديفيد ديروش، سأعود إليكما، لكن هناك مسألة، أنه بعد 20 سنة مرت منذ إعلان رئيس جورج دبليو بوش الحرب الأمريكية العالمية على الإرهاب والتي بدأها من أفغانستان، فما الذي تحقق في عقدين من الزمن في هذه الحرب؟ أعتقد أن الوضع في أفغانستان نعم، سؤال جيد. علينا أن نعرف أنه حدث هناك تغير في أفغانستان، حدث هناك تعلم على نطاق واسع، وأصبح هناك فترات ازدهار لم تشهدها أفغانستان قط. في البنية التحتية كان هناك بناء العديد من مظاهر البنية التحتية، وبطبيعة الحال إلى أي حد ستظل هذه المكتسبات موجودة؟ سنرى ما الذي ستفعل طالبان، لأننا نعرف أن طالبان قد تحدث انتكاسة على مستوى هذه المكتسبات. وأعتقد أنه حدث هناك تحول في الشعب الأفغاني. وبالنسبة لأهدافنا، نحن حيدنا ذلك التهديد الذي يمكن أن يأتي من أفغانستان. على مستوى الحوكمة في أفغانستان حدث هناك استقرار، لكن بعد ذلك حدث إخفاق بعد استيلاء طالبان. وأعتقد أنه كما نعلم جميعا في الوقت الحالي يبدو أنه ربما لم يكن الثمن الذي كان علينا أن ندفعه، لكن تحققت أشياء. السفير شميرر، كونك دبلوماسيا سابقا، الولايات المتحدة وطوال 20 سنة الماضية في حربها في أفغانستان، الأمريكيون عاشوا على فكرة بأن طالبان هي الوجه البشع أو الوجه القبيح لما تمثله الحرب داخل أفغانستان، باعتقاد الكثيرين من الأمريكيين بأن طالبان مرتبطة بالقاعدة، مرتبطة بجماعات إرهابية. هل مقاربة الرئيس بايدن لهذه الحركة بالذات يمكن
أن تغير رأي الأمريكيين أو نظرة الأمريكيين تجاه طالبان؟ أعتقد أنه ربما كانت هناك بعض مظاهر سوء الفهم لدى العديد من الأمريكيين. طالبان لها سمعة سيئة جدا منذ ذلك الوقت الذي حكمت فيه أفغانستان في 1996 إلى 2001، ولذلك في ذلك الوقت كان الأمريكيون يراهم كإرهابيين، وكنا لا ندعمهم. لكن بعد 20 عاما أفغانستان تغيرت إلى حد بعيد. معظم الأفغان لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، وأتحدث هنا عن الشباب. هناك من لم يولد بعد في ذلك الوقت، ولذلك هذا الشباب هو الذي سيصوغ مستقبل أفغانستان. طالبان يعرفون هذا ويدركونه، ويجب أن يكون هناك تغير في مقاربة طالبان لحكم أفغانستان، لأن المجتمع تغير، ومع الوقت قد يدرك الأمريكيون ما يقع اليوم من قبل الإدارة الحالية. ديفيد ديروش، أنت تعلم لديك والجميع يعلم في البنتاغون أن لديك كتابات كثيرة حول ارتباطات الطالبان بجماعات إرهابية. اليوم طالبان شكلت حكومة فيها أعضاء عليهم علامات استفهام، تحديدا وزير الداخلية وهو قائد مجموعة أو شبكة حقاني، سراج الدين حقاني. هل برأيك واشنطن يمكن أن ترفع العقوبات أو الأموال التي فرضتها لإلقاء القبض على سراج الدين حقاني، وأن تنسى الماضي وأن تفتح صفحة جديدة؟ وهل يمكن الوثوق بطالبان برأيك؟ سراج الدين حقاني هو عليه عقوبات بسبب الأعمال الإرهابية التي اقترفها، لذلك لن يكون الأمر سهلا. إذا كانت طالبان قد تغيرت فعلا عما كانت عليه في التسعينيات، إذا قالت تلك الوعود ستنفذها، وإذا نفذتها، وإذا أثبتت لكل العالم الغربي وليس فقط لأمريكا وأيضا لمواطنين أفغان بأن أنها ستتوقف عن قمع الشعب والصحفيين، وأن تفي بالوعود التي قدمتها، إذا قامت بذلك سيكون الأمر مختلف. إلى الآن المؤشرات ليست إيجابية، ما زلنا نرى النساء يسيرن في الشوارع محتجات، ويواجهن بإطلاق النار في الهواء. وأعتقد أن الأفراد الذين يطلقون النار على نساء محتجات سيواجهون بالعقوبات من أمريكا. السؤال الأخير لريتشارد شميرر. طبعا أمريكا كما ذكرت هي أكثر أمانا مما كانت عليه قبل 20 عاما، لكن باعتقادك أن حركة طالبان قد تشكل خطرا على دول الجوار باختصار من فضلك؟ لا أعتقد أن طالبان تريد أن توسع نفوذها إلى خارج الأراضي الأفغانية. أعتقد أن طالبان هي حركة وطنية تركز على أفغانستان تحديدا، وتريد أن تحكم أفغانستان وفق الشريعة الإسلامية. لذلك الدول الجارة لا يجب أن تقلق حول أي تدخلات قد تأتي من طالبان. الأثر على الدول الجارة هو أنه إذا قرر الأفغان عدم العيش في الحكم الأفغاني قد يفرون وتحدث موجة هجرة كبيرة. دعني أعتذر عن انتهاء الوقت. أشكرك على هذه المداخلة القيمة، وأشكر ديفيد ديروش. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة.